في مفاجأة كبرى، التفاصيل الكاملة لإلغاء قانون الطوارئ في مصر وبيان عاجل من الجيش المصري بعد إلغاء حالة الطوارئ، وخبير يكشف مصير القضايا في محاكم أمن الدولة بعد إلغاء قانون الطوارئ، وفي صدمة كبرى اعترافات من عروس الدقهلية المصابة بطعنات في جسدها بعد 3 أيام من زواجها، وأول تعليق مصري على ما يحدث في السودان الآن. في البداية زي ما متعودين في بداية أي نشرة إخبارية نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار، واضغط على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار أولا بأول. عاوزين نوصل لي 2000 لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر، وانتوا قدها وطنيين، وصلونا لأكثر من 500 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا وطنيين وقدها. نبدأ مع بعض تفاصيل والخبر معانا، وفي مفاجأة كبرى التفاصيل الكاملة لإلغاء قانون الطوارئ. أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر أصبحت واحة للأمن والاستقرار في المنطقة، وانطلاقا من ذلك قرر لأول مرة منذ سنوات إلغاء تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر. وقال الرئيس السيسي في بداية هذا الإعلان التاريخي: يسعدني أن نتشارك معا تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد. فما هو قوانين الطوارئ وما هي الظروف التاريخية التي فرض خلالها؟ قانون الطوارئ في مصر كان صدر في عام 58 تحت رقم 162، وقد طبق أثناء حرب عام 67، وتم إنهاء حالة الطوارئ لمدة 18 شهرا في عام 80، وأعيد العمل بقانون الطوارئ في مصر بعد اغتيال الرئيس الأسبق أنور السادات في أكتوبر 81. ومنذ ذلك الحين مدد العمل بقانون الطوارئ لمدة 3 سنوات وفق ما ينص عليه الدستور، وظل هذا قانون ساري المفعول طيلة فترة حكم الرئيس المصري الراحل حسني مبارك. وصدق البرلمان المصري في 12 مايو 2010 على تمديد العمل بقانون الطوارئ لمدة 2 عامين، فيما قرر المجلس العسكري في 10 سبتمبر 2011، وكان حينها يقوم بمهام رئيس الدولة في مصر إعلان حالة الطوارئ في البلاد بعد أحداث سفارة الكيان الصهيوني في مصر. وبعد أن صار قانون الطوارئ في مصر ومدد على مدى 31 سنة بعد حادث اغتيال الرئيس أنور السادات يوم 6 أكتوبر 81، أصدر المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري في 24 يناير 2012 قضاء بالحد من تطبيق قانون الطوارئ، وفي 31 مايو من نفس العام تقرر إيقاف العمل نهائيا بهذا القانون. وأعيد العمل بقانون الطوارئ في أغسطس 2013 خلال فترة المرحلة الانتقالية التالية لثورة 3 يوليو التي جاءت بعد ثورة 30 يونيو، حيث أعاد الرئيس المصري المؤقت في ذلك الوقت عدلي منصور العمل بقانون الطوارئ، وفرض حالة الطوارئ بعد فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة ابتداء من الساعة 4 عصر يوم 14 أغسطس ولمدة شهر من تاريخه. وفي وقت لاحق خلال ولاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مدد العمل بقانون الطوارئ أكثر من مرة، إلى أن أعلن الرئيس السيسي يوم 25 أكتوبر أمس 2021 إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر. المصدر معنا كان من RT، أترك لحضركم التعليق على هذا الخبر. أنا سعيد جدا بهذا الخبر وبهذا القرار الرئاسي العظيم اللي طالع من قيادة يعني سياسية راشدة ومطمئنة. أترك لحضركم التعليق على هذا الخبر. طبعا إلغاء قانون الطوارئ هي يعني مرحلة من مراحل التحول إلى الديمقراطية الكاملة والحفاظ على حقوق الشعب المصري. أترك لحضركم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، نعرف رأي الجيش المصري وبيان عاجل من الجيش المصري بعد إلغاء حالة الطوارئ. اعتبر العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ غريب المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية قرار عدم تمديد حالة الطوارئ في مصر أنه قرار
عظيم لإنجازات عظيمة طليق بما دفع فيها من ثمن غالي. وقال إنه يبارك للمصريين جني ثمار القرار، ووجه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي. وخلال اتصال هاتفي على قناة صدى البلد، وجه غريب التهنئة لخريجي قوات المسلحة وأسرهم. وحول المناسبة التي تزامنت مع ذكرى حرب أكتوبر، قال غريب إن الاحتفال بالمناسبة فخر كبير، وأضاف أن المنتصر هو من فرض السلام واستعاد كامل الأرض المحتلة. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن هذا القرار على فيسبوك، وهو قرار لأول مرة منذ سنوات إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر. وقال إن الشعب المصري هو الصانع الحقيقي لذلك القرار. مصدر معنا كان من RT، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وخبير يكشف مصير القضايا في محاكم أمن الدولة بعد إلغاء قانون الطوارئ. كشف المحامي والخبير الحقوقي عبد الرازق مصطفى مصير القضايا في محاكم أمن الدولة بعد إلغاء الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون الطوارئ في مصر. وقال مصطفى في تصريح لصدى البلد إن قرار رئيس السيسي بإلغاء حالة الطوارئ في مصر قرار هام وعظيم من قيادة راسخة ومطمئنة. وأضاف أنه عند إيقاف قانون الطوارئ في حالة محاكم أمن الدولة يتم الآتي وفقا للمادة 19 التي تنص على: عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة إليها، وتتابع نظرها وفقا للإجراءات المتبعة أمامها. وإما الجرائم التي لا يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها. أوضح أن المادة 20 تنص على أنه يسري حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة على القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقا لأحكام هذا القانون، ويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها، والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم طبقا لما تقرره هذه المادة والمادة السابقة. وأشار إلى أنه من المواد الهامة جدا التعرف عليها في هذا القانون أنه يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوة قبل تقديمها إلى المحكمة، ويجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوة إلى محكمة أمن الدولة. مصدر معنا كان من صدى البلد، وهذا كان التوضيح من خبير مصري ومحام وخبير حقوقي. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر سياسي آخر. وأول تعليق مصري على ما يحدث في السودان الآن. أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا في أول تعليق لها على التطورات المتلاحقة التي يشهدها السودان، وأكد البيان على أهمية تحقيق الاستقرار والأمن للشعب السوداني والحفاظ على مقدراته والتعامل مع التحديات الحالية بالشكل الذي يضمن سلامة هذا البلد الشقيق. وبحسب البيان فقد شددت مصر على أن أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة، وهو ما تؤكده مصر دائما في المحافل الدولية. ودعت مصر كافة الأطراف السودانية إلى تغليب المصلحة العليا للوطن والتوافق الوطني في إطار المسؤولية وضبط النفس. وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قد أعلن حل مجلسي السيادة والوزراء وفرض حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد. وأكد البرهان الالتزام التام والتمسك الكامل بما ورد في وثيقة الدستور بشأن الفترة الانتقالية، لكنه أعلن تعليق العمل ببعض المواد. كما أعلن إعفاء الولاة في السودان متعهدا بمواصلة العمل من أجل تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات في السودان. ووصف ما يمر به السودان بالخطير في إشارة إلى الانقسام السياسي الحاد الذي شهدته السودان خلال الفترة الأخيرة. أشار البرهان إلى أن حكومة كفاءات وطنية ستتولى تسيير أمور الدولة حتى الانتخابات المقررة في يوليو 23. في وقت سابق أصدر مكتب رئاسة الوزراء في السودان بيانا بشأن الأحداث المتلاحقة
التي استفاقت عليها البلاد بعد أسابيع من التوتر والانقسام حول انتقال السلطة بين المدنيين من جهة والقيادة العسكرية من جهة أخرى. وأورد البيان أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وزوجته تم اقتيادهما من مقر إقامتهما في العاصمة الخرطوم إلى جهة غير معلومة من قبل قوى عسكرية. ذكر البيان أن القوات الأمنية في السودان أقدمت أيضا على اعتقال عدد من أعضاء مجلس السيادة والوزراء وقيادات سياسية. ووصفت رئاسة الوزراء في السودان ما حدث بمثابة تمزيق للوثيقة الدستورية وانقلاب مكتمل على مكتسبات الثورة التي أهداها شعبنا بالدماء بحثا عن الحرية والسلام والعدالة. المصدر معنا كان من صحيفة سكاي نيوز عربية. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وفي صدمة كبرى، اعترافات من عروس الدقهلية المصابة بطعنات في جسدها بعد 3 أيام من زواجها. كشفت عروس الدقهلية التي عثر عليها زوجها مصابة بجرح ذبحي بالرقبة ومطعون عدة طعنات في جسدها بعد 3 أيام فقط من زواجها من اعترافات صادمة حول سبب هذه الإصابات. وفور إفاقتها من الغيبوبة التي دخلت فيها منذ إصابتها، أشارت الزوجة أنها أرادت التخلص من حياتها لأنها كانت ترفض زوجها، لافتة إلى أنها لا تزال عذراء رغم مرور 3 أيام على زواجها، لأنها كانت تشعر بالاختناق كلما حاول زوجها الاقتراب منها، وهو ما جعلها تدخل في اكتئاب انتهى بمحاولة التخلص من حياتها. هذا وتوافق تقرير الطب الشرعي مع اعترافات الزوجة، وضح أنها لا تزال عذراء وأن اتجاه الجروح المصابة بها في يديها ورقبتها يمكن أن تكون هي من أحدثتها بنفسها. وكان الأطباء في مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة قد أجروا عدة جراحات للعروس، حيث نقلت صحيفة الوطن عن مصدر طبي قوله إن المصابة وصلت إلى المستشفى في حالة خطيرة ومصابة بطعنات مسددة لها من القصبة الهوائية وأنحاء متفرقة بالجسم والصدر والبطن وقطع بشرايين اليد اليسرى، واحتاجت إلى تدخل جراحي وتم فتح حجرة العمليات لإسعافها. صرح الزوج في وقت سابق بأنه اكتشف أن زوجته تشكو من ضيق وخنقة وادعت أنها ممسوسة من الجن، مضيفا أنه عندما عرض حالتها على الأهل والأقارب نصحه عدد منهم باللجوء إلى شيخ لإخراج الجن منها لأنها تعاني من حالة فزع وخوف. وأخبرته أنها تشعر بأنها مقيدة من أشخاص، وهناك أشخاص داخل الشقة يكلمونها وتسمع صوتهم ولا تستطيع التحرك، فخرج من منزله مسرعا ليأتي بأحد الشيوخ ليقرأ عليها القرآن ربما تكون ملبوسة من الجن، أو قام شخص بعمل سحر لها كما يعتقد البعض بأن هناك أعمالا للعريس أو العروس. وفور ذهاب الزوج لأحد الشيوخ قام باصطحابه إلى المنزل وفوجئ بصراخ وعويل ليجد زوجته مذبوحة من الرقبة وشرايينها مقطوعة والدماء تسيل منها، فقام على الفور بنقلها إلى مستشفى الجمالية. مصدر معنا كان من الوطن وصدى البلد. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. طبعا الجن مذكور في القرآن والسحر أيضا مذكور في القرآن، ويعني مش عارف أقول إيه للناس اللي بتعمل أسحار ولا تتمنى الرضا أو لا تتمنى التوفيق للزوجين. طبعا في حالات كتير من عمليات السحر للأزواج الجداد، وده شيء طبعا يعني مذموم وسيء، وطبعا ربنا هيحاسب الساحر اللي قام بهذا السحر وهيقوم بتعذيبه عذابا أليما. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، وجينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار البسيطة. أتمنى أكون خفيف على حضراتكم، ما تقلتش عليكم إن شاء الله. كان معكم إسلام الأمير من صفحتكم وقناتكم مصري ميديا IEB، وكان معنا أيضا أبانوب خلفاوي المسؤول عن المونتاج. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.